وسط تنديد أوكراني وغربي واسع، بوتين يعلن ضم 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا ويعتبر قصفها عدوانا على بلاده. التضخم في منطقة اليورو يسجل نسبة قياسية جديدة في سبتمبر بواقع 10%. مقتل وإصابة 46 شخصا في تفجير انتحاري استهدف مركزا تعليميا بأفغانستان. 3 بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. إلى منح جديد، تمضي الأزمة الروسية الأوكرانية لتتخذ أبعادا أخرى وتغير موازين القوى ما بين طرفي الصراع. فعقب الاستفتاءات على انضمام 4 مناطق أوكرانية للأراضي الروسية وسط تنديد أوكراني وغربي واسع، تتجه أنظار العالم لتتابع عن كثب تطورات الموقف وتتوقع سيناريوهاته وتداعياته على مسار الأزمة. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم أعلن فيه ضم أكثر من 15% من أراضي أوكرانيا لروسيا. ويتضمن المرسوم ضم أقاليم لوهانسك ودونسك وخيرسون وزابوريجيا إلى روسيا. وقال بوتين خلال كلمة بالكرملين إنه يثق في موافقة البرلمان الروسي على ضم المناطق الأوكرانية 4 إلى روسيا، مؤكدا أن بلاده لديها تاريخ وصلة ومصير مشترك مع الأقاليم التي ستنضم لروسيا. وأوضح بوتين خلال كلماته أن مواطني الأقاليم 4 لوهانسك ودونتسك وخرسون وزابوريجيا يرحبون بهذا القرار، داعيا السلطات في كييف إلى احترام رغبة مواطني هذه المناطق. هذا وتعهد بوتين بالدفاع عن كل الأراضي الروسية بما فيها الأقاليم الجديدة. في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خرسون وزاباروجيا جرت استفتاءات عامة ونتائجها معروفة. الناس قاموا بخيارهم وهو الخيار الحاسم، واليوم نقوم بالتوقيع على اتفاقية انضمام إلى روسيا الاتحادية، جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خرسون وزاباروجيا، وأنا على يقين من أن الجمعية الفيدرالية سوف تدعم انضمام هذه المناطق الأربعة، أي الأقاليم الأربعة، إلى قوام الاتحاد الروسي، لأنها رغبة ملايين الناس. دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النظام الأوكراني إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات. واعتبر بوتين أن اختيار الناس للانضمام إلى روسيا يستند إلى التاريخ، على كييف أن تحترم ذلك. ندعو نظام كييف إلى الوقف الفوري
للنار والأعمال القتالية والحرب التي شنها النظام كييف في عام 2014 والعودة إلى طاولة المفاوضات، ونحن جاهزون لذلك وما تحدثنا عنه مرارا. والخيار للشعب دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا وخيرسون لن نقوم بمناقشته، هذا الخيار قد تم وحسم، وروسيا لن تخون هذا القرار. هذا وقد اجتمع رئيس الأوكراني فولوديمير زيلانسكي بقادة الجيش لمناقشة خط تحرير الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا. وأوضح زيلانسكي أنه ناقش أيضا مع قادة الجيش إمدادات الأسلحة فضلا عن الخطط الأخرى المحتملة لروسيا بعد عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا. قال الكريملين إنه سيعتبر الهجمات ضد أي جزء من مناطق أوكرانية توشك روسيا على ضمها أعمالا عدوانية ضد روسيا نفسها. من جانبها أعلنت الحكومات الغربية وكييف أن التصويت ينتهك القانون الدولي. اعتراضات متكررة وتنديدات مستمرة من دول الناتو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يلقي لها بالا، والهدف هو ضم 4 مناطق أوكرانية تمثل ما يقرب من 15% من مساحة البلاد، وهي خيرسون وزابوريجيا ودونيسك ولوهانسك، في خطوة حذرت الأمم المتحدة من أنها ستشكل تصعيدا خطيرا وتهدد آفاق السلام. الرئيس الروسي أكد أن الاستفتاءات كانت حقيقية وأظهرت الدعم الشعبي للانضمام إليها، وفي وقت سابق اجتمع الرئيس الروسي مع زعماء المناطق 4 بعدما أيد سكان هذه المناطق بالإجماع خطوة الانضمام إلى روسيا. من جانبه أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده لن تعترف أبدا بنتائج الاستفتاءات التي دبرتها روسيا. أما كييف والدول الغربية فقد وصفوا الاستفتاءات على ضم المناطق 4 بأنها زائفة، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش أكد أن أي قرار بضم مناطق دونيسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا في أوكرانيا إلى الأراضي الروسية لن يكون له أي قيمة قانونية ويستوجب التنديد. الجانب الأوكراني على لسان رئيسه فولودومير زيلينسكي توعد برد قاس على هذه الخطوة التي قال إنها تقضي على فرص إحياء محادثات السلام، وأوضح أن الاستفتاءات لا قيمة لها ولا تغير الواقع، متعهدا باستعادة كامل الأراضي الأوكرانية. بذلك تبدأ الأزمة الروسية الأوكرانية فصلا جديدا في التصعيد بسيناريوهات يصعب التنبؤ بها، لكنها تبقى مرهونة بتحركات الغرب في مواجهة الدب الروسي. وصفت بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة بيان الأمين العام أنطونيو غوتيريش بشأن عدم الاعتراف بالاستفتاءات في دونيتسك ولوهانسك ومنطقتي خيرسون وزابوريجيا بأنها مثال على المعايير المزدوجة. وفي بيان أضافت البعثة الروسية أن غوتيريش ظل صامتا بشأن تصرفات حكومة أوكرانيا في دونباس بعد عام 2014. وأضافت البعثة أن هذا الهجوم المباشر من جانب الأمين العام للأمم المتحدة على الحق الأساسي في تقرير المصير الذي عبر عنه سكان المناطق يعد مثالا آخر على ازدواجية المعايير. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الاتحاد الأوروبي فقد استقلاليته نهائيا ويتكبد خسائر فادحة بسبب الولايات المتحدة الأمريكية. وخلال اجتماع رؤساء الاستخبارات للدول المستقلة أضاف لافروف أن الدول الغربية تزود النظام الأوكراني بالأسلحة لمحاولة تخريب روسيا، وأكد الوزير الروسي أن الغرب لن يتخلى عن سياسته الساعية للحفاظ على الهيمنة من خلال اتباع نهج مدمر باتجاه رابطة الدول المستقلة.
ضارب رجلاتي. قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة إن الجيش الأمريكي يجب ألا يكون لديه شك بشأن استعداد روسيا للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها وشعبها بكل الوسائل المتاحة. وأضافت السفارة الروسية أن التجربة الفكرية الخطيرة للمخططين العسكريين الأمريكيين يمكن أن تنتهي بتكلفة باهظة للولايات المتحدة، وأي مواجهة عسكرية بين القوى النووية ستؤدي حتما إلى عواقب وخيمة. دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لإجراء تحقيق لتحديد المسؤول عن استهداف خط أنابيب نورد ستريم. وقال أوستن في مؤتمر صحفي في هاواي مع القائم بأعمال وزير الدفاع الفلبيني خوسيه فوسينا، قال إن هناك الكثير من التكهنات فيما يتعلق بالهجوم أو الضرر الذي لحق بخط الأنابيب نورد ستريم، مضيفا أنه لن يتمكن أحد من تحديد ما حدث بشكل مؤكد قبل إجراء تحقيق كامل. وأضاف أوستن أنه بحث الأمر مع نظيره الدنماركي، وأن الأمر سوف يستغرق عدة أيام قبل أن يتمكن من تجهيز الفريق المناسب لتفقد المواقع ومحاولة اكتشاف حقيقة ما حدث. في سياق متصل، قال رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسي سيرجي نارشكين إن موسكو لديها مواد تشير إلى أن الغرب كان له دور في التصدعات التي حدثت بأنابيب نورد ستريم تحت البحر والتي تهدد بإخراجها من الخدمة. ونقلت وكالة تاس الروسية عن نارشكين اتهامه للغرب بالقيام بكل ما في وسعه للتستر على مرتكبي ما وصفته موسكو بأنه هجوم إرهابي على خط الأنابيب. أعلن حاكم منطقة زابوريجيا الأوكرانية ألكسندر ستاروخ مقتل ما لا يقل عن 23 شخصا في هجوم صاروخي روسي استهدف موكب سيارات مدنية قرب المدينة. يأتي هذا في حين أعلن أيضا حاكم منطقة زابوريجيا إصابة 28 شخصا آخرين جميعهم مدنيون. في غضون ذلك، أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية ارتفاع عدد اللاجئين الذين استقبلتهم البلاد منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 من فبراير الماضي إلى 6,668,000 شخص. وأفادت الوكالة بأن بولندا استقبلت أمس الخميس نحو 28,800 لاجئ من أوكرانيا، فيما عاد نحو 21,400 شخص إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن عدد العائدين لأوكرانيا بلغ حتى الآن قرابة 4,880,000 شخص، وذلك منذ فبراير الماضي. سجل معدل التضخم في منطقة اليورو نسبة قياسية جديدة في سبتمبر وبلغت 10% على مدى سنة تحت ضغط ارتفاع أسعار الطاقة وكذلك المواد الغذائية، على ما أعلن معهد يوروستات الجمعة. هذا وبلغت نسبة التضخم في أغسطس الماضي 9.1% للدول 19 التي تعتمد العملة الأوروبية المشتركة، وهي أعلى أرقام يسجلها المعهد الأوروبي للإحصاءات منذ بدء نشر هذا المؤشر في يناير من عام 1997. صعد اليورو والجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوى خلال أسبوع بدعم من خطوات نفذها بنك إنجلترا لطمأنة الأسواق ومؤشرات على تجديد البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية، فيما استعادت أسواق الصرف الأجنبية بعض الهدوء في نهاية أسبوع متقلب. هذا ولامس الاسترليني 1.12 دولار في المعاملة الآسيوية مقتربا من تعويض كافة خسائر الجلسة السابقة، وسجل في أحداث تداول له زيادة بنسبة 0.3% ليجرى تداوله مقابل $1.11، وسجل اليورو زيادة بنسبة 0.2% مقابل الدولار ليجرى تداوله مقابل 0.98، في حين ظل مؤشر الدولار دون تغيير.
أعلن المكتب الوطني للإحصاء البريطاني أن إجمالي الناتج الداخلي البريطاني سجل ارتفاعا بنسبة 2% في الفصل الثاني، بعدما كانت التوقعات الأولى تشير إلى تراجعه بنسبة 1% في هذه الفترة. وأشار المكتب الوطني للإحصاء البريطاني أن هذا الرقم المعدل يهدئ المخاوف من دخول بريطانيا في ركود اعتبارا من الفصل الثالث، إذ تعد الدولة التي تسجل فصلين متتاليين من الانكماش الاقتصادي دولة في حالة ركود. أكدت وزارة التسوية والإسكان والمجتمعات ببريطانيا ارتفاع عدد الأسر التي لديها أطفال وأصبحوا بلا مأوى بنسبة 23.6% إلى 56,340 أسرة على مدار العام. وأشار مكتب الإحصاء الوطني البريطاني إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من التشرد في جميع أنحاء بريطانيا، مؤكدين أن متوسط سن الوفاة للأشخاص الذين يعانون من التشرد هو 46 عاما للرجال و42 عاما للنساء. مؤشرات مقلقة أعلنت عنها المملكة المتحدة تتوقع ارتفاع نسبة المشردين خلال فصل الشتاء بسبب عدم القدرة على تحمل تكاليف السكن، إلى جانب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. فقد كشفت صحيفة إكسبريس البريطانية أن إشعارات الإخلاء للعقارات زادت بنسبة تزيد عن 50% بين الربعين الأول والثاني من هذا العام في المملكة المتحدة، حيث يسعى أصحاب العقارات إلى تحقيق أقصى استفادة من معدلات نمو الإيجار الخاصة التي وصلت إلى مستويات قياسية حتى الآن. ووفقا لآخر تقرير صادر عن وزارة التسوية والإسكان والمجتمعات، ارتفعت أعداد الأسر التي لديها أطفال وأصبحوا بلا مأوى بنسبة 23.6% إلى 56,340 أسرة على مدار العام. وعلى الرغم من أن هذه الأرقام قد تعكس جزئياً إزالة القيود المفروضة على عمليات إخلاء قطاع الإيجارات الخاصة أثناء الوباء في مايو 2021، إلا أنها تعكس أيضاً التأثير المبكر لتكلفة الأزمة المالية الحالية على الأسر الأكثر ضعفاً. ففي مارس الماضي كان المعدل السنوي للتضخم في المملكة المتحدة 7%، وفي يوليو سجل أعلى مستوى له منذ 40 عاماً عند 10.1%. ووفقاً لأحدث البيانات السكانية لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني، فقد أظهرت أن متوسط سن الوفاة للأشخاص الذين يعانون من التشرد بلغ 46 عاماً للرجال و42 عاماً للنساء، مما يثير المخاوف بشأن مدى قسوة هذا الشتاء مع اشتداد الأزمة العالمية. قال وزير المالية الفرنسي برونو لومار إنه قلق بشأن الوضع في بريطانيا. وأوضح لومار أن خطة رئيسة الوزراء ليستراس أدت لخفض ضريبي ضخم أدى بدوره إلى فوضى في الأسواق المالية. وأكد لومار أن بريطانيا تدفع أيضا تكلفة مغادرة الاتحاد الأوروبي. أكد المعهد الوطني للإحصاء تباطؤ التضخم في فرنسا بشكل غير متوقع، وذلك للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر، مخالفا الاتجاه السائد في جارتها ألمانيا ومنطقة اليورو الأوسع نطاقا بدعم من تباطؤ الارتفاع في أسعار الطاقة والخدمات. وأشار المعهد الوطني للإحصاء إلى أن معدل التضخم الفرنسي السنوي انخفض إلى 6.2% في سبتمبر بدلا من 6.6% قبل شهر. قالت مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادر سيسون إنه يتعين على الاتحاد أن يجد طريقة للتعامل مع الحدود القصوى لأسعار الغاز التي يمكن أن تقبلها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، والبالغ عددها 27 دولة. وأكدت مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي أن الدول الأعضاء تتوقع حلولا مختلفة، يتعين على المفوضية تقديم فكرة تحظى بتأييد واسع لجميع الدول الأعضاء باجتماع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي. أعلنت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن وزراء الطاقة الأوروبيين اتفقوا على إجراءات طارئة لمساعدة الأسر والشركات على مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة. هذا وتتمثل هذه الإجراءات في استعادة جزء من الأرباح الفائقة
التي حققتها شركات إنتاج الطاقة لإعادة توزيعها على المستهلك وفي تقليل الطلب على الكهرباء في أوقات الذروة. وأعلن وزير الطاقة التشيكي يوزف سيكيلا أنه لا وقت لإهداره من أجل خفض أسعار الغاز. أعلنت المفوضيات الأوروبية إحالة مالطا إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن خطة الاستثمار مقابل المواطنة، والتي يشار إليها أيضا باسم جوازات السفر الذهبية. وفي بيان ذكرت المفوضيات أنها تعتبر أن منح جنسية الاتحاد الأوروبي مقابل مدفوعات أو استثمارات محددة مسبقا دون روابط حقيقية مع الدولة العضو لا يتوافق مع مبدأ التعاون الصادق المنصوص عليه من معاهدة الاتحاد الأوروبي ومع مفهوم مواطنة الاتحاد. أكد البنك المركزي الصيني أنه سيخفض سعر الفائدة على قروض صندوق ادخار الإسكان الشخصي إلى 15 نقطة مئوية لمشتري المنازل لأول مرة اعتبارا من الأول من أكتوبر. وأشار المركزي الصيني إلى أن سعر الفائدة على قروض صندوق الادخار للمنازل الثانية لم يتغير. أكد مصرف لبنان المركزي أنه سمح للبنوك بمواصلة شراء الدولار بسعر منصة صيرفة بدون سقف حتى نهاية أكتوبر. جاء ذلك بعد توقف مصرف لبنان المركزي تماما عن توفير الدولار لواردات البنزين في خطوة ستؤدي على الأرجح إلى ارتفاع أسعار الوقود وتقلبها بشكل كبير وزيادة الضغط على العملة المحلية التي تفقد قيمتها على نحو مطارد. قال وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين إن الحكومة تدرس خيارات مختلفة لتعزيز العقوبات على كوريا الشمالية وسط تكهنات بأن تجربتها النووية قد تكون وشيكة. وفي تصريحات أضافت بارك أن بلاده سترد بصرامة على أي أعمال استفزازية تقدم عليها كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن الحكومة ستدرس اتخاذ الإجراءات لتجديد العقوبات ضد بيونغ يانغ إذا لزم الأمر في عدد من المجالات مثل القطاع البحري وقطاع الفضاء الإلكتروني والقطاع المالي. أجرت القوات البحرية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تدريبات ثلاثية مضادة للغواصات لأول مرة منذ 5 سنوات وسط توتر بشأن سلسلة التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية. وأجريت التدريبات في المياه الدولية قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية بعد يوم واحد فقط من إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين في البحر قبالة الساحل الشرقي، وزيارة نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس لكوريا الجنوبية والحدود شديدة التحصين بين الكوريتين. أعلنت الشرطة الأفغانية مقتل 19 شخصا وإصابة 27 آخرين في هجوم انتحاري استهدف مركزا تعليميا بالعاصمة كابول. وفي بيان لها أضافت الشرطة أن هجوما انتحاريا وقع في مركز كاج التعليمي، حيث كان من المقرر أن تجرى اختبارات في المركز التعليمي. وأضافت الشرطة الأفغانية أن مهاجمة أهداف مدنية دليل على قسوة العدو وعدم التزامه بالمعايير الأخلاقية. سمعت طلقات نارية فجر اليوم في واجادوغو في الحي الذي يضم القصر الرئاسي ومقر المجلس العسكري الذي تولى السلطة في يناير الماضي. أفاد شهود بأن عددا من الجنود المسلحين شوهدوا على الطريق الرئاسي المؤدي إلى مقر الرئاسة وبعض المباني الإدارية والتلفزيون الوطني الذي توقف عن البث، مضيفين أن عدة محاور وطرقات في العاصمة كانت مغلقة من قبل عسكريين. وصل الإعصار إيان الذي أصبح عاصفة استوائية إلى جنوب غرب فلوريدا مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة.
هذا ولا يزال التيار الكهربائي مقطوعا عن أكثر من 2,767,000 وحدة سكنية حول مسار الإعصار. حدث كل 500 عام، هكذا وصف حاكم فلوريدا الأمريكية إعصار إيان الذي ضرب الولاية ودمر مدنا ساحلية وأدى إلى انقطاع سكان جزر عن العالم. الإعصار الذي صاحبته أمطار غزيرة وبلغت سرعته 240 كيلومترا لكل ساعة تسبب في قطع التيار الكهربائي عن 2,670,000 وحدة سكنية، أي ما يقرب من ربع عملاء مرافق الكهرباء في الولاية، مما جعل الظلام يغطي الولاية التي تقع في الجنوب الأمريكي. ووفقا لما أعلنته شركة الكهرباء في الولاية، فإن أكثر من 10 مقاطعات بها انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي بسبب الإعصار، أسوأها في مقاطعة لي كاونتي. إيان الذي حاصر الولاية وخلف أضرارا واسعة النطاق ودمر مباني وأغرق شوارع عديدة قبل أن يمضي في طريقه نحو ولاية ساوث كارولينا، دفع الرئيس الأمريكي أن يعلن فلوريدا منطقة منكوبة قبل أن تنخفض قوته قليلا إلى عاصفة استوائية. وعلى لسان نائبة الرئيس كامالا هاريس، فإن إدارة بايدن ملتزمة بتقديم الدعم الفيدرالي لولاية فلوريدا التي ضربها إعصار إيان، داعية المواطنين إلى ضرورة الإجلاء لتجنب الأذى. الإعصار طال كل مناحي الحياة في الولايات الأمريكية، فأكثر من 60 منطقة تعليمية ألغت الدراسة بسبب الإعصار، وتم فتح أكثر من 175 مركز إجلاء على مستوى الولاية. الإعصار تسبب كذلك في مصرع عدد من الأشخاص، وهناك أكثر من 700 عملية إنقاذ على الأقل معظمها عن طريق الجو قد أجريت حتى الآن. قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية إن حالات الإصابة بالكوليرا ارتفعت هذا العام، خاصة في المناطق التي تعاني من ويلات الفقر والصراع، مع تسجيل تفشي المرض في 26 دولة وارتفاع حاد لمعدلات الوفيات. وقال رئيس فريق مكافحة الكوليرا في منظمة الصحة العالمية فيليب باربوزا إننا نشهد تزايدا مقلقا جدا لتفشي الكوليرا على مستوى العالم خلال عام حتى الآن، مضيفا أن متوسط معدل الوفيات حتى الآن هذا العام ارتفع إلى 3 أضعاف تقريبا مقارنة بالمتوسط في 5 سنوات، وبلغ حاليا 3% في أفريقيا. قال وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ إن بلاده بحاجة إلى دراسة تأثير أزمة الغاز على جائحة كورونا وما سيترتب على ذلك من فقد المزيد من الوظائف. وأضاف لاوترباخ خلال مؤتمر صحفي أن العالم على أعتاب موجة جديدة من فيروس كورونا، ملمحا إلى أن الشتاء المقبل لن يكون سهلا. أعلنت وزارة الصحة الإيطالية إلغاء ضرورة الالتزام بوضع الكمامات في وسائل النقل العام في أحدث تخفيف للقواعد المرتبطة بجائحة فيروس كورونا. وأكدت الوزارة أنه لن يتم تجديد الأمر الخاص بوضع الكمامات في القطارات والحافلات والعبارات بعد انتهاء أجله اليوم، ولكن سيتم تمديد إلزامية وضعها في المستشفيات ودور الرعاية. هذا وتعد إيطاليا واحدة من أكثر الدول تضررا من الجائحة، حيث سجلت أكثر من 177 ألف حالة وفاة بسبب كوفيد-19 منذ بدء تفشيه عام 2020. أكدت حكومة هونغ كونغ أنها تسعى لتخفيف بعض قيود فيروس كورونا بطريقة منظمة، مع استمرار استقرار اتجاهات الوباء في المركز المالي الأسيوي. وأشارت حكومة هونغ كونغ إلى أنه سيتم تخفيف بعض إجراءات التباعد الاجتماعي اعتبارا من 6 أكتوبر، بما في ذلك رفع الحد الأقصى لعدد الأشخاص لكل طاولة في المطاعم إلى 12 بدلا من 8. وإلى العراق، حيث تمكنت القوات الأمنية من قتل 7 إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية جنوب مدينة الموصل بمحافظة نينوى. وذكر التلفزيون العراقي أنه بناء على معلومات استخباراتية دقيقة،
تمكنت قوة من الجيش العراقي وجهاز الأمن الوطني من تنفيذ عملية نوعية لاستهداف عناصر تنظيم داعش الإرهابي والمتحصنين بالأنفاق في جزيرة الحضر جنوب الموصل، ما أسفر عن قتل 7 إرهابيين. أعلن وزير التنمية المحلية هشام أمنة عن قيام فرق عمل من الوحدة المركزية لحياة كريمة بالوزارة بزيارة ميدانية للمحافظات المستهدفة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى ومدى جاهزية القرى التي يمكن افتتاحها رسميا خلال الفترة المقبلة. أضاف وزير التنمية المحلية أن إجمالي عدد المشروعات المنفذة حتى الآن في 2477 قرية بمحافظات المرحلة الأولى بلغ حوالي 23,000 مشروع في كافة القطاعات الخدمية التي تهم المواطن، كما بلغت نسب التنفيذ أكثر من 70%، وهناك مشروعات كثيرة جاهزة للافتتاح والتشغيل بعد الانتهاء من توصيل المرافق لها. نظمت مؤسسة حياة كريمة فاعلية خاصة بتوزيع الاحتياجات المدرسية للطلاب بمركز ومدينة التل الكبير بالإسماعيلية، وذلك ضمن مبادرة راجعين نتعلم بالمحافظة. وأكدت مؤسسة حياة كريمة أنه يجرى عمل بحث استقصائي بالأسر المستحقة مع تحديد أماكنهم في أكثر من 20 محافظة، مشيرة إلى أنها تمكنت من الوصول إليهم وتوفير أكثر من 55,000 خدمة تعليمية مختلفة. النهارده بنوزع الاف الهدايا اللي السيد الرئيس بعتها لاهالي شعب مصر وجميع قراه وجميع مراكزه. النهارده قدرنا نوفر هدايا كتير جدا لابنائنا الطلاب، شنط مدرسيه ومستلزمات دراسيه ضمن المبادره الرئاسيه راجعين نتعلم. وان شاء الله في الفتره اللي جايه في فعاليات كتير ومبادرات كتير ضمن المؤسسه الرئاسيه حياه كريمه، بنقدر نقدم الخدمات على قد ما نقدر بالنسبه للقرى مركز تل الكبير وجميع انحاء محافظه الاسماعيليه، وان شاء الله القادم افضل لكل أهلينا في مركز تل الكبير بإذن الله. توجهت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إيمان كريم بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لحصوله على الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي، والتي تعد من أرفع الجوائز التي يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادي البيضاء على رعايتهم للأشخاص ذوي الإعاقة وتقديرا لما يقدمه لهم من دعم. هذا بجانب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس يحصل على الجائزة في دول من منطقة الشرق الأوسط. وأعلنت المشرف العام على المجلس أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون عصرا ذهبيا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث صدرت عدة قوانين تحمي حقوقهم وتدعم دمجهم وتمكينهم بعد معاناة طويلة من التهميش، وأن هناك محطات كثيرة في اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، منها إعلانه عام 2018 عاما للأشخاص ذوي الإعاقة وإقرار عدد من التشريعات والقوانين التي من شأنها دعم دمجهم مجتمعيا وفي كل المجالات. استقبل وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية البطولة الصيفية لقفز الموانع بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية، يأتي ذلك في ضوء تطوير الوزارة للوادي وتجهيزه وفقا للمقاييس الدولية في رياضة الفروسية ولاستقبال كافة المنافسات المحلية والدولية في هذه الرياضة. وادي الفروسية بمنطقة عين الصيرة على بحيرة عين الحياة بالفسطاط، بعد أن قامت وزارة الداخلية بتطويره وتجديده يواصل استقبال المنافسات المحلية والدولية في رياضة الفروسية. ملاعب الوادي وعلى مدار 3 أيام شهدت تباري الفرسان في منافسات البطولة الصيفية للفروسية والتي أقيمت بملاعب الوادي بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية. بصراحة المكان مكان ممتاز، مكان وصل للعالمية بأرضه بالبوكسات بتاعته اللي هي بيقعد فيها الخيل،
بالسدود، بالتنظيم، بالإدارة. إدارة الشرطة إدارة رائعة طبعاً في إدارتها للمكان. يعني بصراحة إحنا بنبقى مبسوطين وفخورين إن إحنا في المكان دوت، وعندنا في مصر مكان زيه. المكان يعني كل حاجة فيه نظيفة وبوكسات كويسة وكبيرة. مكان لائق جداً بمصر وحضارتها وماضيها ومستقبلها. فمكان يعني زي ما بقول لك يتعمل فيه بطولات عالمية. الملاعب التي تتسم بمواصفات دولية إلى جانب ملاعب الإحماء تجمع فيها الخيول بفرسانهم تباروا في رياضة قفز الحواجز بارتفاعاتها المتدرجة في ظل أجواء تنافسية رائعة وفرتها لهم وزارة الداخلية والتي أشاد بها المشاركون. أنا جربت جيت بطولات في كذا نادي، بس ده الصراحة أكبر نادي شفته لغاية دلوقتي. واسع والأراضي حتى الماتيريال بتاعت الأرض مختلفة، أول مرة أشوف حاجة زي كده الصراحة. أنا مستريح والحصانة مستريحة. كافة السبل التي تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية تتوفر هنا. فندق مجهز لإقامة اللاعبين، وسيارات إسعاف بتجهيزاتها من الأطقم الطبية، وسيارات كهربائية لتنقل الجماهير بين جنبات الوادي، وأماكن لانتظار السيارات، فضلاً عن مطاعم وكافيتريات. أتمنى أن كل البطولات تبقى هنا طول السيزن، لأن إحنا بجد المكان ده بنرتاح فيه. كمان وجود فندق في المكان ده بيسهل علينا كتير قوي الترانسبورتيشن، أو إن إحنا نرجع متأخر بيوتنا وما نلحقش نرتاح وننام ونصحى تاني يوم فايقين البطولة. فبجد مكان زي كده فيه إقامة كاملة ده ممتاز جدا. وتم توفير اسطبلات ذات سعة كبيرة لإيواء الخيول، مع توفير خدمة بيطرية ملائمة لها، وهو ما يساعد على إراحة الخيول المشاركة بعيداً عن عناء التنقل. أرض الفايبر حلوة ومريحة وواسعة للخيل، والخيل مش بتح وتقدر تجري بيها سريع وكويس. غرفة الحكام صممت بطريقة تساعد على رؤية زوايا أفضل لكافة الملاعب لتوفير أداء تحكيمي أفضل في كافة البطولات. كل حاجة معمول لها التصميم السليم جدا. لما تشوف حتى قاعة التحكيم فوق شكلها إيه، ما الزوايا بتاعتها كويسة، كل حاجة معمولة بس يعني كل حاجة قاعد كويسة فنيا وإداريا وكل حاجة. فدي حاجة عظيمة جدا، يعني احنا بنفخر إن مصر فيها حاجة على هذا المستوى. Я здесь первый раз. Мне здесь очень понравилось. Здесь много удобных и больших арен для разминки и для самого конкура. Здесь я в первый раз, и мне, в принципе, все понравилось. وزارة الداخلية هيأت وطورت وادي الفروسية ليستقبل المنافسات ليلاً من خلال منظومة متطورة من إضاءة الملاعب. والله احنا تاني مرة نيجي المكان ده، ومكان تحفة، ومن أكتر نوادي أنا حبيتها دلوقتي في البطولات، وأراضي جميلة جدا، سدود حلوة جدا، وفي إمكانيات الفروسية حلوة قوي. أماكن هنا كويسة ومساحات كبيرة، فالحصان بياخد راحته. ختام فعاليات المنافسات كانت مراسم تتويج الفائزين في منافسات البطولة، حيث يتم توزيع الجوائز عليهم ليكون ختاما ناجحا للبطولة لهذا الموسم على أرض وادي الفروسية. شفت حاجات كتير حلوة بصراحة. المكان سبيشس، الفيو بتاعه على البحيرة مكان خيالي، ممكن الناس تيجي فيه كمان تتبسط، مش تيجي بتفرج على الفروسية ومبسوط بقى بالمكان في نفس الوقت. مكان وادي الفروسية مكان عظيم جدا، ونحب نشكر وزارة الداخلية على التنظيم العظيم اللي هم بيعملوه كل مرة. تطوير وادي الفروسية جاء وفقا لمعايير دولية في رياضة الفروسية، إسهاما من وزارة الداخلية في الارتقاء بتلك الرياضة في مصر، ويساعد على استقبال المنافسات الدولية والمحلية في ضوء تجهيزاته المتطورة التي توفر الأجواء المتميزة لإقامة المنافسات. منذ أن قامت وزارة الداخلية بتطوير وادي الفروسية، استقبل وما زال يستقبل منافسات دولية ومحلية في رياضة الفروسية، وسط إشادة كبيرة من المشاركين بتجهيزات الملاعب التي تراعي المعايير الدولية في هذه الرياضة، وهو ما كانت تسعى إليه وزارة الداخلية واستهدفته من تطوير هذا الوادي، الارتقاء برياضة الفروسية في مصر. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من تصميم العملة الجديدة فئة 2 جنيها وبدء إصدارها في أكتوبر المقبل. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لم يتم تحديد أي موعد لإصدار العملة الجديدة،
كما أوضح أنه لم يتم عرض أي تصميمات للعملة الجديدة فئة 2 جنيها حتى الآن داخل مصلحة الخزانة العامة وساق العملة للمفاضلة بينها لاختيار التصميم الأنسب، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن موعد طرح العملة الجديدة بالأسواق بشكل رسمي فور الانتهاء من تصميمها. استقبلت وزيرة الدولة للهجرة والشؤون المصريين بالخارج سهى جندي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب رشا راغب وعددا من المشاركات بالدفعة الأولى لبرنامج تدريب المصريات بالخارج الذي تقدمه الأكاديمية لنحو 75 مصرية من 17 دولة مختلفة حول العالم للفئة العمرية من سن 25 إلى 50 عاما بالتعاون مع وزارة الهجرة، وذلك في إطار التواصل والمتابعة مع المصريات المشاركات بالبرنامج. وأكدت وزيرة الهجرة أن برنامج تدريب المصريات بالخارج تضمن عددا من المحاور الهامة مثل محاور المهارات الشخصية والقيادية، الإعلام والعلاقات العامة، التاريخ والهوية والثقافة المصرية، وكذلك محور التوعية العامة والأمن القومي وغيرها من المحاور التي تسهم في تشكيل وعي وطني قوي وتزيد من ارتباط مواطنتنا بالخارج بوطنهن. تفقد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع شركة قناة السويس للاستزراع المائي، يرافقه عدد من قيادات الهيئة والشركة لمتابعة سير العمل والوقوف على مستجدات أعمال التطوير بالشركة. وأكد رئيس هيئة قناة السويس أهمية العمل على تعظيم الاستفادة من المزارع السمكية وزيادة كميات الإنتاج المستزرعة، مشيرا إلى أن شركة قناة السويس للاستزراع المائي تستهدف وصول إجمالي كميات الحصاد بعد انتهاء الموسم نهاية العام الجاري إلى 160 طن جمبري. عقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا عددا من اللقاءات والاجتماعات بمقر هيئة الثروة المعدنية في إطار متابعته لجهود تطوير قطاع التعدين وخطط برنامج تطويره وتحديثه لزيادة مساهمته في الدخل القومي. استمع وزير البترول لمناقشة الدراسة التقييمية التي تم إعدادها لإنشاء مركز خدمات التعدين والذهب في الصحراء الشرقية والتي مولها البنك الدولي وتم إعدادها بالتعاون مع مكتب استشاري عالمي. كما عقد الوزير اجتماعا لاستعراض تقرير تفصيلي عن أعمال اللجنة الفنية لتأكيد احتياط الفوسفات بمشاركة عدد من كبرى شركات إنتاج الفوسفات. عقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير اجتماعا مع عدد من المصدرين المصريين يمثلون الأنشطة الزراعية المختلفة. وقال وزير الزراعة إن هذا الاجتماع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الصادرات المصرية والوصول بها إلى 100 مليار دولار، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تقدم كل الدعم للمصدرين وتقدر دورهم الوطني في دعم الاقتصاد القومي من خلال جلب العملة الأجنبية. أكد وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حرص وزارة الطيران المدنية على تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق الدائم وتوحيد الرؤى مع أشقائها العرب. وخلال لقائه وزير المواصلات القطري على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للمنظمة الدولية للطيران المدنية لتعزيز التعاون المشترك، أشاد عباس بالعلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الطيران. ومن جانبه أكد الوزير القطري حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون والعلاقات الثنائية مع مصر في مجال النقل الجوي. يواصل المواطنون توافدهم على أجنحة معرض مستلزمات المدارس الذي تقيمه محافظة القاهرة بتعاون مع الغرفة التجارية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد بالمعادي وبمشاركة 40 عارضا لمستلزمات المدارس والجامعات. وللمتابعة انضم إلينا من إحدى المعارض بالقاهرة مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. رامي، ضعنا في أجواء المعرض وحجم إقبال المواطنين. تحياتي لك ولكل متابعينا من معرض مستلزمات المدارس بالمعادي ضمن جهود الدولة لتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية
يقام هذا المعرض وتستقبل أجنحة هذا المعرض الجمهور والزوار لشراء وأيضا لتلبية احتياجاتهم من مستلزمات المدارس من أدوات مكتبية وحقائب وغيرها من مستلزمات العام الدراسي الجديد. أيضا نتحدث عن معرض مقام على مساحة 1000 متر يشارك به 40 عارض من جميع وباختلاف المنتجات الدراسية ومستلزمات الطلاب سواء المدارس أو الجامعات. أيضا في هذا المعرض يشارك عدد كبير من مشروعات شباب الخريجين، هذه أيضا فرصة لهم لعرض المنتجات وأيضا المشاركة في هذا المعرض الكبير. أيضا هنا لو تحدثنا عن التخفيضات التي تبدأ ما بين 30 وتصل حتى 50% لأغلب المنتجات، المعروضات أغلبها من الصناعة المصرية عالية الجودة، أيضا مع الاستجابة لطلب الجمهور بمد فترة هذا المعرض للاستفادة من هذه التخفيضات لكافة المواطنين والجمهور مع قرب حلول العام الدراسي الجديد. عودة إليكم مرة أخرى. أشكرك جزيلا رامي محمد من معرض مستلزمات المدارس بالمعادي. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 482 قضية تمونية بمضبوطات بلغت أكثر من 116 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 63 طن، كما تم ضبط أكثر من 49 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 723 قضية، من بينها 130 قضية خبز ناقص الوزن و150 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أما في مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد الأرز الشعير تم ضبط 24 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 221 طن. أصبحت مصر أكبر دولة مصدرة للكهرباء بالإضافة إلى كونها من بين أهم مراكز الطاقة على الصعيد الإقليمي، حيث تعتمد على مصادر متنوعة لإنتاج الكهرباء ومن بينها طاقة الرياح. وفي هذا الإطار أكدت محافظة البحر الأحمر أن محطات طاقة الرياح بمنطقة جبل الزيت تعد الأكبر في العالم من حيث المساحة وعدد التوربينات، مشيرة إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تقدر بنحو 12 مليار جنيه. بينما تعاني الكثير من الدول العالم من أزمة متفاقمة في مجال الطاقة، أصبحت مصر بوابة مستقبل للطاقة المتجددة من خلال تشجيع الدولة المتواصل على عمليات التنمية وتنويع مصادر الطاقة والاستثمار في هذا المجال. وبعد أن كانت تعاني سابقاً من عجز كبير في إنتاج الطاقة الكهربائية، أصبحت مصر اليوم أكبر دولة مصدرة للكهرباء بالإضافة إلى كونها من بين أكبر مراكز الطاقة على الصعيد الإقليمي، حيث تعتمد على مصادر متنوعة لإنتاج الكهرباء ومن بينها طاقة الرياح. المشروع هنا بقدرة إجمالية مركبة 580 ميجا وات تم تنفيذه على 3 مراحل. المرحلة الأولى كانت بتمويل ألماني سنة 2015، تم التشغيل التجاري للمرحلة الأولى. المشروع الأول تم تنفيذه على مرحلتين، المرحلة الأولى كانت في سبتمبر 2015 تم التشغيل التجاري بقدرة 200 ميجا، والمرحلة الثانية تم تنفيذها في شهر يونيو 2018. المحطة بتتكون من 3 مشاريع حاليا، وفي مشروع إن شاء الله أندر كونستراكشن إن شاء الله يخش الخدمة بإذن الله خلال العام القادم بإذن الله 2023 إن شاء الله. عدد التوربينات المتواجدة في الموقع الحالية 290 توربينة، قدرة التوربينة 2 ميجا وات. في محافظة البحر الأحمر تقع إحدى محطات طاقة الرياح بمنطقة جبل الزيت، وتعد الأكبر في العالم من حيث المساحة وعدد التوربينات والقدرات المولدة من المحطة بتكلفة إجمالية للمشروع تقدر بنحو 12 مليار جنيه، وتبلغ القدرة الإجمالية للمحطة حوالي 580 ميجا وات، وذلك من طاقة الرياح.
بنقدر نتحكم في التوربينات الخاصة بالمشروع على حدة، من خلال حبينا نوقف توربينة، حبينا نعمل نشوف الصيانات الأعطال الكلام ده كله. في برضو معانا هجرة الطيور، بنقدر نوقف التوربينات من خلال الشاشات ديت، وهنا في السيلفرات اللي موجودة في الغرفة هنا بنقدر نستخرج البيانات عشان نقدر نتابع أعمال التوربينات. وتضم المحطة نحو 300 توربين للرياح من خلال 3 مشروعات، يضم الأول منها 120 توربينا بإجمالي قدرات تبلغ نحو 240 ميجا وات، ويضم المشروع الثاني 110 توربينات بإجمالي قدرات تبلغ نحو 220 ميجا وات، بينما يضم المشروع الثالث 60 توربينا بإجمالي قدرة تقدر بنحو 120 ميجا وات. وتتميز التوربينات الموجودة بالمحطة بأنها الأحدث في العالم. وصلنا إلى ختام النشرة، وهذه عناوين الأخبار. وسط تنديد أوكراني وغربي واسع، بوتين يعلن ضم 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا ويعتبر قصفها عدوانا على بلاده. التضخم بمنطقة اليورو يسجل نسبة قياسية جديدة في سبتمبر بواقع 10%. مقتل وإصابة 46 شخصا في تفجير انتحاري استهدف مركزا تعليميا بأفغانستان. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصرية. إلى اللقاء.